ولكن للأسف الشديد مدير التربية أصبح يتصرف بما لا ينص عليه القانون الخاص بالمنشور الوزاري بالنقابات التربية في المرسوم في 6 خاص بالعمل النقابي. واليوم أنا أمام الواقع اللي هو يتنافى والعمل النقابي. اليوم في هذه الولاية المجاهدة المليونية سيد وزير التربية، أليس من حقنا أن نعين لنا مدير تربية معين؟ أليس من حقنا هذه الولاية المجاهدة أن يعين لها مدير تربية كفاءة؟ معناها يعرف ما معنى كلمة مرسوم تنفيذي، ما يعرف ما معنى كلمة معناها تعليمة وزارية، يعرف معناها نحن هنا كنقابات منتدبين من طرف وزارة التربية. مادة 24 تمنع المنتدب أن يمارس أي عمل إلا عمل نقابي، وبما أنه يصطدم مع مدير التربية ومصالحه في تهميشه. عدم إيصال رسالة الموظف من الميدان. هذا مدير التربية أهان نقابيين في مكتبه، وهذا ما يتنافى مع العرف النقابي والمنصوص عليه دستوريا ووزاريا في مواده 37 35 30 الذي يعاقب كل من يعاقب العمل النقابي.